السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة تعالى الزراعة والأعشاب. يعني ماذا يحدث للإنسان إذا تناول أوميجا 3 يوميا لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، لا يكون أكثر؟ يعني ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا تناول أوميجا 3 فترة شهر أو اثنين أو ثلاثة؟ أول حاجة، أوميجا 3 بتعالج الشيخوخة، بتحسن الجلد لو فوت شفخات، بتحسن البشرة. تاني شيء، بتنشط المخ جدا، بتنشط الدورة الدموية في المخ وفي القلب، يعني بتعالج اللي هو تصلب الشرايين. تالت شيء إن هي بتحسن الهضم وبتحرق الدهون بتاعة الدم نفسها، بتحرق دهون الجسم، وأيضا مفيدة جدا في تحسين الذاكرة، بتعالج فقدان الذاكرة بعد ما قالوا بتعالج الزهايمر، وأيضا بتعالج الضعف عند الرجال، بعض العلماء كذلك بتعالج الضعف عند الرجال. فهو أوميجا 3 مهمة جدا جدا جدا، اللي هي حباية اللي هي زيت كبد الحوت، ممكن تجيبها بالصيدلية، ما فيش منها أضرار، واخدين بال حضراتكم. وبتساعد ايضا في علاج السمنه لانها بتحرق دهون الدم، فهي بفضل الله. وممكن تجدها في السمك او في الكاجو او في اللوز. وشكرا لكم.